مع جواهر السويس يا جماعه، ومعلومه في دقيقه. السمكه اللي قدامنا دي يا جماعه اسمها سمكه ابو فوارس. سمكه شهيه وممتازه في اللحم، خاصه الشوي. دي من عيله المرجان، من عيله المرجان ابو عتب. اللي هو دوت نفس العيله دي. نفس العيله، ومن عيله الجحيات اللي هو ابو جحا. جحا بنضاره. جحا بنضاره واسعه. دي برضه كمان، دي ابو فوارس. سمكه شهيه ولحمها طيب. اظن احسن حاجه ليها الشوي دي يا استاذ رضا. شوي جميل طبعا. المحل اللي انا بعرض عليه ده بيعرض فيه المنتج ده، هيبقى فيه لقاء تاني عند الاستاذ رضا. اهلا وسهلا بيك. ودي يا جماعه كانت معلومه في دقيقه.